اهلا بكم متابعين الكرام، متابعين قناة منوعات ابو محمد في حياة اهل الريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اهل الريف كل واحد بيعمل له حوض او فلقة بيزرع فيها خضروات لبيته، ولو اضطر ان يبيع منها شوية برضو بيبيع، ودي احلى حاجة في حياة اهل الريف كل واحد بياكل من بيته. ومعانا النهاردة الحاج حمادة ابو شوربة. منور الدنيا يا حاج حمادة. ازيك يا حاج ريت؟ اخبار معاليك يا باشا؟ الحمد لله يا باشا. ان شاء الله هتزرع النهاردة ان شاء الله خد سلوكة. خط سلوكة؟ اه. نوع اسمه لوكا؟ لوكا. افضل انواع الخط ايه يا حاج حماد؟ في رومي وفي لوكا وفي لاتوجا، في ثلاث اربع انواع من الخط. في اربع انواع من الخط. كل حاجة لها وقتها. يعني كل حاجة في الزراعة لها وقتها؟ كل حاجة لها وقتها. تزرع على مسافات قد ايه يا استاذ حماد؟ على شبر على 20 سم. 20 سم. طب ده ما حضرتك احنا شايفين كده بتبل الأول؟ بنبل الأرض الأول زي ما أنت شايف كده. اه. بعد كده بتعبي الارض ميه. اه. وبعد كده نرجع في البطيخ بعد الميه زي ما انت شايف كده في الجره من فوق. اه. عشان لما نيجي نعزق في خلص من العزيق مفيش حاجه تترد، مفيش حاجه تتكسر، بيلع البحريه بتاعت الخط. طب احنا عايزين نعرف الخطوات الاول يا حاج عماد، يعني انت بتحط سماد بدري الاول في الارض ولا بتعمل ايه؟ احنا بنحط سوبر. سوبر؟ سوبر. سوبر. انا بحط الخط سوبر. بحط الخط سوبر. على صوتك يا حماد. طب يعني او بتجري عليه بعد قد ايه يا حاج حماد؟ بعد خمس ايام. بعد خمس ايام؟ اه نجري عليه. شكله بيحب الميه بقى. اه بس بعد كده بقى بيتعدق وتسيبه. تسيبه تصومه شويه. بيشد بقى في الارض. تمام تمام. يعني خمس ايام ان شاء الله وهتجري عليه. خمس ايام ونجري عليه. طب ممكن الايراد يا حاج حماد ياخد له، بتحسبها له ازاي بقى في الخاص؟ والله يا حاج رزق انا ممكن اجيب طبق 200 عود يزرعوا حاطين في فرد. اه. يعني ممكن اجيب طبق 200 عود يزرعوا حاطين في فرد. لان هو بتزرع رشتين مش شيشه واحده. بيختلف عن الخروج بيختلف عن اي حاجه. يعني تزرع رشتين. اه. هو بيختلف عن الخروج، الخروج الواحد بيزرع على المتر. ايوه ايوه. طب يعني هو دلوقتي افضل انواع الخاص اللوكا. اللوكا واللاتوجا. واللاتوجا؟ دي ورقته بتبقى كبيره يعني؟ الخاص بيبقى قلب اصفر. اه وخسها بتبقى حلوه يعني في بتاع، بس كل حاجه لها اوانها. ايوه ايوه. بتحط له مغذي ولا حاجه بعد ما ينزل؟ لا يا عم رزق، لان دي حاجه اكلنا، ما بحطش مغذي ولا كماوي ولا اي حاجه. ما فيش الا الكماوي السوبر او السباخ البلدي بتاعنا. الكماوي السوبر او السباخ البلدي. اه. هو هنا دي حاجه اكل الواحد بياكلها بتاع بيته، ولا واحد يخاف على الناس اللي هي بتاخد اي حاجه ما اقدرش اديها حاجات مغذيه. هرمونات او مرشوشه او اي حاجه من الحاجات دي. فعلا والله هنا الحاجه الخضروات بتاع الحاج حماد ابو شوربه فعلا انا بناخد شله منه على طول، ما بيحطش اي مغذيات ولا اي حاجه، لانه انا بحط مغذيات ولا بحط كماوي ولا اي حاجه، الكماوي السوبر لاي حاجه، وبعد كده السباخ البلدي. يعني السباخ البلدي الكماوي السوبر، اما انا ما بحطش مغذيات لان دي حاجه احنا بناكل منها. وزي ما انا باكل منها غير ياكل منها يبقى ايه؟ يبقى الواحد بيراعي ضميره. تمام الله يبارك. بيقعد قد ايه في الارض يا حاج حماد؟ ما تعرفش؟ والله يا حاج ريت ده ممكن يقعد 40 يوم 50 يوم، ممكن يقعد شهرين. اه. حسب جو. ايوه ايوه. حسب الجو، يعني انا ان شاء الله من غير شر دي تطلع وانضف واعمل كمان عروه مكانها. الصلاه على النبي، يعني هتجدد لها كمان عروه. كمان عروه. تمام تمام. اتفضل. ان شاء الله هتزرع حاجه ثانيه يا حاج حماد؟ ان شاء الله زرعت فول. اه. وعامل مشط البطاطا. فول وعامل مشط البطاطا. اه. بس انا بزرع الفول في مشى البطاطا. الفول بيزرع في مشى البطاطا؟ اه. تمام تمام. لان مشى البطاطا بيجي مثلا طول السنه بروح انا زرع من عندي ما بشتريش. بتزرع من عندي؟ بزرع في قلب الفول، يعني حاجتين في بعض. البطاطا والفول. اه. هم اصلا بينسوه مع بعض يعني. بينسوه مع بعض. وبعدين بيجي بقى البطاطا بتبقى بتبوظ في الشتاء. اه. بتدق وبتبقى مثلا بتبقى في الشتاء ضعيفه، الفول بيجي عليها. تمام. بياخد الوضع بتاعه. تمام. لو ما بنشيل الفول البطاطا تاخد الوضع بتاعها. تمام. لان هي بنت صيف. اه. زرعة صيف. يكون الفول انشال. يكون الفول انشال. تمام. ربنا يبارك فيك يا حاج حماده، وفعلا تحت امر الساده المشاهدين. الله يكرمك. تحت امر القناه بتاعتك يا عم رز. الله يبارك. وانت راجل محترم يا عم رز، وده سير بلدنا. الله يكرمك. واحسن كل انا انصح كل واحد ان هو يعمل يعني ايه؟ على قد اكله. برضه.
في ارضه. اه الناس مش لو كل واحد زرع الخضروات بتاعته في قلب ارضه مش هي مش هنحتاج حاجه من بره. يعني حاجة. السوق ماشي انا معاك الناس اللي هي بتزرعش المدن والبتاع يبقى كفايه عليها السوق. مفيش في احتكار في السوق. ايوه ايوه. هو الحاج احمد بيزرع كل حاجه هنا عنده في الغيط. ان شاء الله كل جديد هنبقى معاه ماشيين معاه خطوه بخطوه، كل حاجه بنعملها بنصورها بامر الله. وانتظرونا ان شاء الله في فيديو جديد، وما تنسوناش تدعموا لنا بالقناه، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوناش بلايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.